اهلا بيكم يا حلوين، كل سنة وانتم طيبين. لو لسه فاضل عندك لحمة من العيد، سلقتي وحمرتي وشويتي وعملتي كل حاجة ولسه مش عارفة تعملي ايه شكل جديد للحمة عايزة تدوقيه، فشوفي معايا الطريقة دي سهلة جدا وهتعجبك جدا. بالمناسبة الفيديو ده او الطريقة دي اعادة نشر، وحبيت ان انا افكركم بيها لان انا كنت عاملاها في وسط روتين، فاكيد طبعا مش هتعرفوا توصلوا لها تاني. لو عجبتك الطريقة دي اعملي لايك للفيديو. هنصلي على الحبيب. اول حاجة هنحط الحلة على نار عالية جدا لغاية الحلة ما تسخن جدا معايا. هبتدي دلوقتي انزل باللحمة شوية شوية، واحدة واحدة كده، علشان الحلة كل ما بنزل باللحمة بتبدأ درجة حرارتها انها تنزل شوية، فأحط اللحمة فوقها كلها والنار تكون عالية عليها. هي خلاص كده على الوش ده نزلت ميتها وشربتها، ودلوقتي طبعا عملت لون تحت بالطريقة دي. هبدأ ان انا اقلبها على الوش التاني علشان الوش التاني هو كمان ياخد نفس اللون اللي هو عامل زي اللون التحمير ده، بس طبعا ما فيش اي مادة دهنية، كلها اتحمرت دلوقتي بالدهون اللي فيها. هتاخد برضو اللون على الوش التاني وحوطي عليها في الوقت ده، لان هي كده لسه ما استوتش، هي خدت اللون بس. هوطي عليها واغطي عليها واسيبها انها تستوي، وهي بتستوي هتنزل المية بتاعتها تاني. خدوا بالكم انها هتنزل مية تاني. شايفين؟ شايفين المية اللي نزلت منها؟ شايفين اللون ده؟ هسيب المية دي تنشف، هغطي عليها واسيبها ان اللحمة تشرب ميتها تاني. انا عايزة اللون ده، اللون ده اللي انا عايزاه فيه، اللي موجود ده هو ده اللي انا عايزاه. تمام. طب دلوقتي هعمل ايه؟ هنزل دلوقتي بثلاث مكعبات من الزبدة، يعني هنزل عليهم بثلاث فتومات متقطعين كده شرايح زي ما احنا شايفين. هنزل عليه شوية من الفلفل الاسود، كل ده معايا كوباية من الزبادي. كوباية الزبادي دي انا عاملاها هنا في البيت زي ما هي، هربها بالشوكة كده الاول. هبدأ ان انا انزل بيها على اللحمة معلقة معلقة، هقلب دلوقتي كله مع بعضه. عايزة امسح كل القاع بتاع الحلة ده بمعلقة الزبادي اللي انا نزلتها. شايفين بدأت تمسح ازاي قاع الحلة كله؟ الحلة متحرقتش، خدوا بالكم انا عايزة اللون الجوسي ده موجود. ان انا انزل بتاني معلقة، بعمل معلقة معلقة ليه؟ علشان الزبادي ما تخرجش مني وتعمل بلورات. برضو نفس الموضوع، كل ده على نار واطية. شايفين الحلة زي الفل اهي، مفيش حاجة. انا عايزة يوصل للون ده عشان اخد الطعم الجوسي والصوص بتاعه. معلقة لو هتعملي كيلو من اللحمة استخدمي علبتين من الزبادي البلدي، ده نص بس، فاستخدمت علبة واحدة كده. الزبدة مع التوم والفلفل الأسود والزبادي اندمجوا مع بعض، والزبادي خلاص ساحب. بصي بقى انا خلاص حطيت كده، بعد ما حطيت الزبادي وكل حاجة بقى خلاص فيها وكل حاجة كده بقت زي الفل كده بالمنظر ده، انا بقى هغطي عليها واسيبها حوالي دقيقة واحدة مش اكتر، دقيقة واحدة كلها تاخد من بعضها كده وارجع لها تاني. هنفتح دلوقتي بعد دقيقة واحدة. شايفين المنظر الحلو ده؟ تقريبا كده حلوة ليها. شايفين الصوص كله اللي احنا اتشربته، وانا ده اللي انا عايزاه بالشكل ده والمنظر ده اهو. هعمل ايه دلوقتي؟ هنزل عليه بكوباية من المية المغلية. تمام، مية مغلية وهنزل عليها بيها. هقلبهم كده مع بعض واخد اللي في الجناب ده كله. تمام، واسيب اللحمة بالمية المغلية دي لغاية ما تتشرب المية كلها وارجع لها، واكون موطية المية. في المية دي هي اللي هتسوي اللحمة، مغطية خالص وهغطي عليه اللحمة وتشرب كل المية اللي حواليها دي.
دلوقتي بقى الحلة واشوف بعد ما حطيت كوبايه الميه. خلاص طالما هي استوت انا هبدأ دلوقتي ان انا احط لها الملح، علشان الملح كان هيعوق السوى بتاع اللحمة. تمام، فهي كده خلاص خلصت. والصوص الرائع اللي حواليه ده احنا محتاجينه بالدمي، هو ده اللي انا عايزاه الجوسي ده. وصفة لحمة في 5 دقايق تغيير ليكي برضو والاطفالك في العيد. الجوز ده جميل جدا، تعملي جنبه رز برام معمر او ممكن تعملي رز سادة او رز بشعرية كده زي ما انا عايزة. تحطي شوية من الجوز اللي انا عاملاه ده فوق الرز وحتة اللحمة فوقه، بتكون مستوية جدا وطعمها رائع. يا رب تكوني استفدتي النهاردة من الفيديو ده، ما تنسيش تعملي له لايك، ولو لسه مشتركتيش معايا في القناة اشتركي قبل ما تمشي. لغاية ما قبلك الفيديو الجاي على خير، خلي بالك من نفسك، باي باي. المولى الزهر.